الخالق في هذه الساعات من عدم تجلى. لعل لي ربا لأعبده، لعل علمتني الأسماء، لولا هذه الدول اللقيطة لم تكن بيروت ثكلى. صادقت اللجنة الدائمة للثقافة العربية الأسبوع الماضي على اختيار الشاعر الكبير الراحل محمود درويش رمزا للثقافة العربية للعام 2018، وطالب مستشار وزير الثقافة للشؤون العربية والإسلامية نائب رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية جاد عزة الغزاوي خلال ملتقى صياغة رؤى للعمل الثقافي العربي بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبار التراث المقدسي تراثا عربيا وإسلاميا، كما طالب بتصميم وتنفيذ برامج عربية مشتركة تدعم صمود المقدسيين من بوابة الثقافة، من برامج في السينما والمسرح والفن التشكيلي والأدب، بما يعزز من الوجود العربي في العاصمة المحتلة ويعزز حضور القدس في الوجدان العربي. اختيار درويش جاء بناء على الدور الذي لعبه في تطوير القصيدة العربية حتى جعلها تصل إلى لغات جديدة، وإدخاله الرمزية في الشعر العربي، ولدوره البارز في خدمة الثقافة العربية واهتمامه بالنضال الشعبي لسنوات طويلة، وباعتباره الوجهة الثقافية لفلسطين. ولد محمود درويش عام 1941 بقرية البروة قرب ساحل عكا في فلسطين، ورفض العودة إلى قريته بعد خروج أسرته برفقة اللاجئين الفلسطينيين وهو في سن السادسة إلى لبنان، ثم عادت أسرته متسللة بعد عامين بعد توقيع اتفاقيات السلام المؤقتة، لكن أسرته وجدت القرية مهدومة وأقيم على أراضيها قرية زراعية إسرائيلية، فعاش مع عائلته في قرية الجديدة، وهي التجربة التي كان لها بالغ الأثر على قصائده التي اهتمت بالقضية الفلسطينية حتى أطلق عليه شاعر المقاومة، وظل هذا اللقب يلازمه حتى توفي في الولايات المتحدة الأمريكية في 9 أغسطس عام 2008 بعد إجراء جراحة قلب مفتوح، وتم دفنه في رام الله. أيها المارون، بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني